تقدر تفضل. شكرا استاذ علي، ومن لك مقدمة. السلام عليكم شباب، انا جدا سعيد تواجد وياكم، وان شاء الله اقدم لكم في اليوم محاضره تكون ذا فائده علميه لكم وتكون تفيدكم بحياتكم العمليه ان شاء الله، واكون موجود وياكم على طول هاي المحاضرات، اجيب على استفساراتكم اسئلتكم حول الماده. يعني انا كنت اتمنى ان تكون محاضراتنا محاضره ورا محاضره، لكن بسبب اللود والمحاضرات عندي والكورسات راح تنطلق قريبا يعني الاسبوع المقبل، ف ما قدرت إلا في ثلاثة أيام إلا أكمل محاضرة. إن شاء الله اليوم راح يكون موضوعنا عن الستيك بايب، هو موضوع متشعب يعني كثرة المواضيع مالته، لكن نحاول نختصر بين الساعتين نقطة إيجاز مفيد عن الستيك بايب والمشاكل اللي واجهها خلال الحرب. أفضل اختصاص يشتغل بالجيولوجي أو سواء الكومباني مان المهندس هو الدرولينج، لأن كل يوم تحديات، كل يوم مشاكل جديدة، كل يوم حياة جديدة. يعني الحفر هو حياة ثانية تختلف، تقدر تعلم من عدها كل يوم شيء جديد. الشاشة واضحة عند الجميع؟ نعم استاذ. تمام. الأسئلة راح تكون تركونها بكومنت، احنا راح ناخذ اول ساعة 45 دقيقة، بعدها ناخذ ريست 10 دقائق الى ربع ساعة، النوب ناخذ نكمل المحاضرة مالتنا والاسئلة تنترك بالمحادثة بالاجابة على اخر ربع ساعة حتى نقدر نقطب الوقت المتوقع عندنا. مثل ما تعرفون الشباب، ستيك بايب يعني قد تسمعون تم كلمة ستيك بايب، نصيحة يعني قبل كل شيء، المفردات بعض المفردات الإنجليزية تسمعونها لا تحاولون ترجمونها للعربي، يعني قد راح أسمعها بالمحاضرة لأن راح تعطيك معنى مضحك. بس بعض الأحيان راح نجي عندنا أحد أنواع الستيك بايب هي الدوغ ليج، أسبابها يعني إذا ترجمها يطلع ساق الكلب، فأنت احفظ المصطلح كما هو وافتهم شنو معناه والمن يشير. اول شيء الستيك بايب السبب الرئيسي او هو عدم حريه الدروس سترينج انابيب الحفر بالحركه، يعني ان الدروس سترينج مالتك يعني هو امكانيته روتيشن بي روتيشن وموف اب موف داون، هاي الحركه تصير صعبه، استعصاء درس سترينج تطيق إعاز تطيف التورك طاقة تحريك باور ما يتحرك، يكون درس سترينج مالتك عاصي سسبد معلقا بسبب قوة منع من الحركة، يعني قوة سب سيرفيس تحت الأرض ميكانيزم معينة تمنع الدريل بايب من الروتيشن وتمنع من الحركة إلى الأعلى وإلى الأسفل، هاي احنا نسميها ستيك بايب. هذه القوة اللي تمنع قد تكون على الدروس سترينج، قد تكون على اللاينر، قد تكون بالكيسينج احدى الستك بايب، بالواير لاين، اي عملية ننزل فيها طولات او معدات يكون من داخل الهول مالتنا انتري هول راح يكون معرضة للستك بايب، خاصة هذه المشاكل تحدث بالاوبن هول. احنا كل المشاكل راح نحكيها ان شاء الله راح تكون بالاوبن هول، بالنسبة للكيس هول ما بيبقى أي مشاكل. فالستيك بايب يكون هنا فقدان الدروس سترينج الحرية الحركة، يعني فقدان الدروس سترينج قابليته على الحركة روتيشن، يفقد حركة قابلية على حركة روتيشن، ويفقد قابليته على الحركة أو تو داون بسبب قوة مانعة تسلط أو ميكانيزم يؤثر على الدروس سترينج ويمنع من الحركة. مو فقط الدروس سترينج، الكيسينج يمكن يحدث الستك بايب، اللاينر يمكن يحدث الواير لاين، لكل الأجزاء اللي تنزل داخل الهول أو المعدات اللي تنزل داخل الهول ممكن يحدث لها ستك بايب. أوكي، بالنسبة للأوبريشن
بعض العوامل المسببة للستك باي عندما درونك باستر يعني شباب الار او بي العالية الار او بي ريت اوف فنتريشن معدل الاختراق الار او بي يكون جدا عالي معدل الاختراق يكون جدا عالي زين يعني سرعة الحفر مالتك اعلى من سرعة التنظيف للهول تدرون انتم احنا بالعملية الحفر مع دوران الدرل سترين ودوران البت راح تولد عندنا كتنج بوتات صخري ناتج او ناجم عن عملية حفر الفورميشن اذا كانت الار او بي عالية يجب ان تكافئها سرعة الانيوس فيلوسيتي سرعة الانيوس فيلوسيتي يجب ان تكافئها اللي هي سرعة نقل الكتنج من البوتوم هول الى السيرفس اللي يقوم بهذا الدور هو طين الحفر اللي هي احد وظائف طين الحفر فاذا كانت عند الار او بي جدا عاليه يجب ان تكافئها بالمقابل ان تكون عمليه التنظيف هول كليننج مالت الهول كليننج مالت الهول تكون عاليه مكافئه لها فهنا بعض الاحيان يكون عمليه الار الحفر درولينج الار او بي الريت اوف بنتريشن عاليه بالنسبه مقارنه ويا من تكون اعلى واسرع من سرعه التنظيف زين عدم ملاحظه الدرولينج الدراج والتورك مصطلح الدراج قد تعرفونه انتم دراج او تورك قد تعرفونه شباب العزم التورك هو عزم الدوران او الطاقه اللي ولت التوب درايف حتى يدور الدرول سترينج ليكسر المقاومه الفورميشن اتجاه الحفر هذا التورك عزم الدوران الدراج هي مقاومه الحركه للدرول سترينج لا على اب تو داون يعني ممكن ناخذ دراج احنا خلال الحفر او هذا فهنا التورك اذا تسمع مصطلح التورك يكون هذا شو بحسبكم اوكي خلكم التورك هو عزم الدوران اللي يولد التوب درايف من اجل تدوير الدروس سترينج حتى يكسر مقاومه الفورميشن اتجاه الحفر تعرفون انتم كل اشي عنده مثل الفورميشن عنده مقاومه اتجاه الحفر يبديها ممانعه الحفر يبديها الفورميشن فاحنا نسلط عزم حتى نحفر هذا الفورميشن هذا العزم نسميه تورك فيه ادراك عند قيام عمليه اب تو داون ليدرال سترينج ادراك هو التغير بال اللود الحمل بالويت مالت الهوك لود اللي نقرا احنا عفوا شباب بس خلنا نسوي ميوت لل حفر الآبار بزاوية جدا معقدة يعني أكثر الآبار اللي يحدث بها عند الأستاك اللي يكون زاويتها ما بين 45 الانكليشن ما بين 45 إلى 60 أو 65 يكون هذه الزاوية جدا معقدة أو نقول إحنا بالعامية نحسن تمام فيكون بها نسبة الستاك تحدث جدا عالي عدم الاستماع إلى البير يعني تقول شو استماع إلى البير أكو عندنا شباب راح نأخذ المحاضرة هسه راح تعرفون أكو إنديكيتات إشارات يعطيني إياها البير من خلال المد من خلال التورك من خلال الدراج يعطيني إياها يعطيني إنديكيت يقول لي إن أنا حاليا قاعد أتعرض إلى بداية الستك فهاي عدم الاتباع للمؤشرات هي اللي ينتجنا إلى الستك الستك هي المرحلة الأخيرة اللي راح نوصلها عدم الاتباع للبلان خاصة بالبير عفو عدم التخطيط الجيد إلى البير أو عدم الاتباع للبلان الباكريمينج شباب دي تسمع كم مصطلح الباكريمينج إن من تحفر وتريد تسحب بول أوت
pull out of hole of the hole, put out of hole. يكون عندك RPM RPM وسر وبم on. يكون عندك RPM وبم on. يعني إنك قاعد تحفر عكسي تصعد للأعلى مع RPM دوران لدرس سترينج وتسحب للأعلى. اللي أيضا هي هاي الباك ريمينج تحدد بالاستابلايزر الموجود عندك من ضمن البي اتش اي البوتم هول اسامبلي. تمام. انك تمتلك بمات تكون القدره مالتها اقل, بمات القدره مالتها قليله على التنظيف. لذلك اذا كانت قدره بمات قليله مع زاويه عاليه او مع ديب عمق اكبر راح يكون القدره مالتها على التنظيف وعلى السيركيليشن ضعيفه, بالتالي راح يولد عندك احد العوامل اللي يسبب لك استك. انه يكون البي اتش اللي منزلها, البي اتش اللي هي شباب من تسمع كلمه بي اتش بوتم هول اسامبلي نحصد بيها البيت درول كولر هبوت درول بايب الجار ستابلايزر الاجزاء اللي موجوده تحت الدرول بايب كل هاي نسميها احنا بوتم هول اسامبلي بي اتش. انه تكون معقده, يعني احنا نحاول دائما اللي نقول استك ان نسوي تقليص الى معدات او اجزاء البي اتش اي البي اتش عفوا البي اتش الى اقصى حد بي اتش اي لاقصى حد البي اتش اي نوصلها لاقصى حد نقلل معدتها, لان هذا يسبب لنا مشاكل. البروبرتيز مالت المد حد ذاته هي تاثر لنا او تسبب لنا استك. بروبرتيز مد تسبب لنا استك. تمام. يعني اللي مسؤول عن التنظيف هو المد, المسؤول عن توليد ضغط يوازي ضغط الاوفر بيردن بريشر, يوازي ضغط التكتونيك بريشر, يوازي ضغط الفورميشن بريشر, هو الهيدروستاتيك بريشر. الهيدروستاتيك بريشر راح يولد ان طين الحفر المد. فعندما احنا نرن مد ذو خصائص سيئه او ذو خصائص غير متماثلة أو مقارنة بالحفر اللي إحنا قاعد نحفر الفورميشن راح يولد لنا استك, وإن شاء الله سرح نشوف بتقدم المحاضرة. أو المعدات رن معد يعني أو الأجزاء أو مكونات المود تكون غير متجانسة. مثلاً عندنا الرياكتيف شيل, أن الرياكتيف شيل يكون سنسيتيف للوتر. فإذا بعض الأحيان إحنا نحفر فورميشن شيل ونستخدم مود ووتر بيز مود يعني مد قاعدة مائية راح هنا يسوي عندي عملية رياكتيف شيل جدا عالي, فلازم نستخدم انهبشن معين بوتاسيوم كالسيوم صوديوم اي احد انواع الشرر الطاقه. الحفر في مناطق الدبليت الزون, شباب الدبليت الزون هي فورميشنات او تكوين تعرضت الى فقدان عالي بالضغط بسبب عملية إنتاج معدتها. إحنا هاي الفورميشن اللي قاعد ننتج معدتها مثلاً فورميشنات اللي قاعد ننتج معدتها الأويل عن غاز الغاز المصاحب اللي يطلع معدتها ماكو تعويض مكان المادة اللي الفلود اللي قاعد يطلع, بذلك راح يصير الدروب بيمن بالبرشر فيصير عدتها تبليت الزون. تكون هذه المنطقة قليلة الضغط مقارنة بالعمق مادتها, فذاك سموه تبليت الزون. تكون هذه المنطقة السبب لنا ديفريشنال ستاك, سبب النوسز والنوسز عن ينتج عن الديفريشنال ستاك. اوكي ابسامبل ريك كبس, يعني قد يكون البرج مالتك اللي تستخدمه الكباسيتي مالته اقل من ما هو مطلوب لعمليه البول اوت السحب, بيصير عندك ستاك. نعم طيب بس بقى على نفس الصفحه ما تغير من يمنا, يعني ما قاعد يغير؟ لا ما جاي الكل جاي. اعتقد ذلك سبب انا قاعد ان قاعد تطلع نقاط نفس الصفحه بس قاعد تطلع نقاط, يعني مو فق... شباب عد الكل ما قاعد تغير الصفحه. نعم استاذ ما قاعد تغير, انا بس ست نقاط طالعه, بس ست نقاط حاليا. ايه اللي تغير؟ صوت واضحة؟
يستاذ هسه طلعت. اوكي اوكي نجي لاخر نقطه. سدوا المايك يا شباب. زين الاخر نقطه اللي هي دو نو دو جود هوس كيبينج. عمليه تنظيف البير تكون بشكل غير جيد، لذلك ينتج عنها ترسيب او سيتلينج للكتينج الناتج من الحفر فيؤدي الى حدوث استك. اكو نوعين من الاستك، تو تايبس اوف ستك باي، ميكانيكال استك تمام وديفرنشال استك. الميكانيكال استك ينقسم الى والبور جيومتري، ينقسم الى باكو. الديفرنشال استك نوع واحد، العوامل الاخرى اللي تكون رئيسيه والاساسيه بالستك باي، اما تكون ميكانيكال او عوامل بشريه او طبيعه الفورميشن تمام او درولينج فلويد بروبرتيز او بسبب جانك او ممارسات حفر غير صحيحه. يعني يجيني الستك بايب من خمس عوامل او مؤثرات رئيسيه، اما ميكانيكا تمام او عوامل بشريه او بسبب طبيعه الفورميشن نوع الفورميشن او بسبب ادرينالينك فلويد بروبرتيز او بسبب جانج سقوط المعدات او فش يعني او معدات من السيرفيس او الداون او بسبب ممارسات حفر غير صحيحه. انواع مالتنا الباك اوف ستك بايب ميكانيزم، الباك اوف ديفرنشال ستك والبور جيومتري. الباك اوف شباب في عده انواع. أنواع، الأول نوع الهول كلينينج، عدم تنظيف البير بكفاءة عالية، هي أحد أسرع أجيلة ستيب باي ستيب نقطة نقطة نشرحها بالتفصيل. عدم تنظيف البير بكفاءة عالية، الفورميشنات القير هنا إذا تترجمونها الفورميشنات التي لم تتعرض إلى كومباكت لا فقط وتكون فورميشن متوحد، يعني فورميشن واحد يكون فيها فكك هاي الفورميشنات اللي دائما هي تكون قريبة على السيرفس شيلو الرياكتيف شيل ناتشرال اوفر بريشر شيل. او لا بس هاي اول انواع الاستاكين، يعني هذا نبدا هسه احنا باول نوع استاك وراح نبدي بي هو الباك اب. انواع الباك اوف شنو بتسمع انت باك اوف شنو بس باك اوف؟ الباك اوف هو الكيفينج او الكاتينج المتساقط تمام. شنو اسبابه هذا الكيفينج والكاتينج او الكيفينج المتساقط او الكاتينج اللي صاير له سيتلينج بالبوتوم مالت الهول وصار حلقه على الدرس سترينج ويمنعه من الحركه، شنو اسبابه؟ يقول لك السبب ان هذا الكيفينج المتساقط او الكاتينج اللي حدث له سيتلينج وصار حلقة على الدرس سترينج يمنعها من الحركة up to down أو rotation دوران. أول شيء بسبب عدم تنظيف البير hole cleaning تمام، أو بسبب formationات لم تتعرض إلى compact حتى تكون formation متماسك أجزائها تكون مفككة. reactive shell تفاعليات الشيل natural أو hydro over pressure shell fracture أو fault formation، بعض الفورميشنات تحتوي على تشققات وفوالب
tectonical stress formation, overburden stress, junk in hole, green cement and LCM treatment, والسمنت بلوك. كل هذه الأنواع اللي هي تعتبر من الأنواع البكر. تمام؟ لحد الآن شباب أكو عندكم سؤال استفسار قبل لا مجلس تفضل؟ أوكي. أكو عندي عوامل راح تسمعون بيها بكثرة. تمام؟ فكل عامل راح أعطيكم شنو المحدد أو التأثير مالته. rate of penetration ROP معدل الاختراق من تسمحها الارتباط بكمية الكتنج الراجعة إلى السيرفس من البوتم للسيرفس. تمام؟ هاي تأثيره. إذا زاد الريت أوف بنتريشن يجب أن تزيد كمية الكتنج الراجع إلى السيرفس. هاي نقطة حطوها لكم محكم. الأنوار فلوسيتي سرعة الفراغ ما بين الدرستريم والجدار البير يسمونه الأنولر. تمام؟ الأنولر فلوسيتي هي سرعة المد بهذا الفراغ ما بين الدرستريم وجدار البير. أوكي؟ وهذه محددة إذا تسمع إلى هاي تؤثر على حمل الكتنج من البوتوم أول إلى السيرفس على الشيكر شو الشيكر. مد ريهولوجي خاصة أهم خطوة عندنا إحنا بالتنظيف هنا هي الدنسيتي والمد ريهولوجي خصائص الريهولوجي مالت المد اللي هي بلاسكت فيسكوسيتي يولد بوينت إذا كنا نحفر فيرتيكال أما إذا كنا نحفر هوريزونتال فهو اللو شير ريت يولد بوينت بالنظافة إلى الفيسكو. نعم مرخصتك بس الصفحة إذا تقلبها لا بعدنا ما قالبها أنا يعني بعدنا ما قالب يعني أنا بعدنا ما قالب أعطيكم محددات يعني ما موجودة هنا بالمحاضرة. تمام؟ تمام تمام. فهاي المدرولوجي تأثيرها سسبند كاتينج خلال ستاتيك. تمام؟ خلال ستاتيك يعني من تسمع كلمة ستاتيك معناها بام أوف بامات واقفة ما عندي سيركوليشن. فتأثيرها سسبند كاتينج يمنع الكاتينج أن يحدث له سيتلينج للأسفل البير. بالنسبة للد بوينت الليد بوينت هي قابلية طين الحفر على حمل الكتنج من بوتم هول إلى السيرفس. تمام؟ قابلية طين الحفر على حمل الكتنج من البوتم هول إلى السيرفس يسميها يولد بوينت بروبرتيز مود يسمونها يولد بوينت اللي هي قابلية الطين على حمل الكتنج من البوتم إلى السيرفس. فيوم اللي إذا رحتوا تصير تعرف قابلية طين الحفر على حمل الكتنج من البوتم للسيرفس لا أسأل على الفيسكوسيتي إنه ما أسأل على يولد بوينت. السيركوليشن تايم هو العامل المؤثر على نقل الكتنج إلى السيرفس لأن كل ما تبطي وقت أكثر للسيركوليشن كل ما راح يكون البير مالتك أنظر. تمام؟ الزاوية مالت الهول قلت لكم أكثر زاوية معقدة بالحفر هي ما بين 45 إلى 65 أو 60 درجة الإنكليشن. فكل ما كانت الزاوية أعلى يعني بهذا الحدود تقل راح يصير ريديوس لقدرة يعني راح يصير انخفاض لقدرة تنظيف البير السبب هذه الزاوية. زين تعرفون سبب تعرفون شنو السبب اللي يخلي الزاوية تأثر على التنظيف؟ جاذبية. كذا زاد الزاوية راح يصير تقل قوة الجاذبية اللي تساعد على التنظيف لذلك احنا نضيف له لو جرافيتي سولد اللي هي تزيد من قابلية التنظيف تحسين الريهولوجي مالت المرض. جواب صحيح. اوكي. الترايكون عندنا وعندنا البي دي سي. البي دي سي شباب دائما الكتنج او
الفتات الصخر الناتج من البي تي سي يكون اكبر حجم من الترايكون اللي هي تطحن الكتينج طحن. تمام. فهاي الانواع مالت الكتينج اللي يكون عندك ناتجة من عملية الحفر. شنو الفرق ما بين الكيفج والكتينج؟ الكتينج يكون حجمه اصغر، اما الكيفج تكون حجمه اكبر. الاشكال هذا كيفنج نسميه متساقط. تمام. ان شاء الله من دخول الحقول وراح تعملوا بالحقول، بما ان احنا جيولوجي، انا جيولوجي وعندي يعني تاتش كلش قويه السامبل، اقدر ان اعرف هذا كيفنج او متساقط من خلال الديسكريبشن مالت السامبل، يعني الحجم مالته، بالاضافه الى ان اذا تدقق هنا تكون آثار البت موجودة على الكتينج الناتج من الحفر. أما آثار البت هنا ماكو أي آثار البت، يكون عملية تساقط. زين. الأشكال راح تشوفونها هنا قدامكم، كل شكل من هالأشكال يدل على تأثير معين داخل الهول أدى إلى تكوين هذا الشكل بالكيفينج. تمام؟ أدى إلى تكوين هذا الشكل بالكيفينج. إن شاء الله من راح نشرح هسه راح تعرفون كل شكل. ظهرنا هنا شنو المؤثر اللي خلاه يظهر موجود عندي بال شيل، هذا يسمونه الرياكتيف شيل اللي يكون له حلقه طينيه على الدريل بايب تفاعل الشيل ويا المحتوى. اول شيء الهول كلين اسبابه، عندي نوعين من الهول كليننج، عندي نوع من الآبار. الآبار التي يكون الانكليشن مالها اللي أنا أحفر به أقل من 35 درجة. تمام. هنا تأثير الجاذبية ما راح مثل ما نقول أقل، فبالتالي عملية التنظيف الكتينج اللي حفره حاليا بسبب low annular velocity، إذا كانت الزاوية اللي أنا أحفر بها حاليا أقل من 35 درجة، الانكليشن مالتي أقل من 35 درجة، شنو قد يحدث يؤدي إلى عدم تنظيف الهول، عدم تكوين هول جيد عندي بصورة نظيفة. هنا يقول لك بسبب low annular velocity، بور مد بروبرتيز، وسبب الروتيشن او الدوران الغير كافي. زين، اسباب المد، يعني شو الاسباب اللي تؤدي الى ان هذا يحدث عندك؟ اسباب انه يكون عندك ار او بي عاليه، تمام، ولو بام ريت، ومعدل ضخ الفلو ريت مالتك قليل، وهنا عندك ما تطي سيركوليشن تايم عند الكونكشن، يعني ان انت الفلو ريت مالتك جدا قليل مقارنه بالار او بي، كل ما زاد الار او بي لازم تزيد الفلو ريت. تمام. عندك فد انديكيتات مربوطه مع بعض، انت ما دام موجود بالموقع كل ما كانت الار او بي عاليه راح ينتج لك كتينج بنسبه عاليه نتيجه الحفر السريع، بالتالي انت تحتاج بام ريت مالتك يكون عالي. تمام. فالبام ريت يكون عالي حتى يساعد على زياده الانولر فيلوسيتي، بالتالي يزيد من تنظيف البئر. هاي نقطه. وانك تعطي وقت للسيركيليشن قبل لا تسوي كونكشن، يعني انت تعرفون ان احنا نحفر ستاند اللي هو ثلاث جوينتات دريل بايب مع بعض نسميه ستاند دريل بايب، نحفر هذا يكون طوله 30 متر. عند ما تخلص ستاند كامل تسوي عمليه ريم ووش. عمليه الريم اللي هي انك تسوي سيركوليشن روتيشن مع سيركوليشن، يعني بوم اون ار بي ام وتصعد للاعلى. تمام. حتى تسويها هاي تاخذ بيها 5 دقائق وتصعد لعلى وتنزل بدقيقه.
فاست. هاي يسويها بعد كل ستاندرد حفرة حتى شنو يساعد على تنظيف الهول من الكتل. أوكي شباب. فهنا المسببات الأولى إنه يكون عندك لو أنيرو فيلوسيتي، عندك مواد بروبرتيز جدا سيئة، والروتيشن مالتك غير كافي، بالإضافة إلى أنك ما تط وقت كافي للسيركوليشن عند الكونكشن، بالتالي أنك أنت حاليا قاعد تحفر ومباشرة عندما وصلت للبوتوم ما سويت باك ريمينج، سحبت لي عليه ونزلت وش، بالتالي أدى إلى توقيت مباشر وعندك كمية كتنج جدا عالية بالأنرر، بالتالي راح يحدث لها سيتلينج وراح تواجه توف يعني حتى تتراكم عليك الكتنج الموجود بالهول يؤدي إلى حدوث استك نتيجة. تمام زين. المؤشرات اللي تطيني اللي أنا بداية استك أو بداية استك بسبب عدم تنظيف الهول، أنا قاعد أحكي حاليا على هول إنه يكون نسبة الانكليشن مالتا أقل، درجة الانكليشن مالتا أقل من 35 درجة. تمام؟ أوكي شباب؟ هنا أنا قاعد أحكي على أنه انكليشن، سوف تلاحظون هناك شباب الكتنج في نوع ترسب هاي نتيجة عدم التنظيف الصحيح. زين يكون عندك اول انديكيت راح يصير عندك تورك عالي، تورك عالي لان هذا الكتنج الموجود عندك بالهول مع عدم تنظيفه راح يحتاج له عزم دوران اعلى، لان راح يبدي مقاومه تجاه الروتيشن مالتي دريل بايب، يعني كتنج موجود راح يبدي مقاومه راح ياثر على دوران الدريل ستريك، بالتالي راح يبدي مقاومه، بالتالي شو راح يكون عندك؟ راح يكون عندك هنا روتيشن تورك، تاخذ تورك عالي. تمام، بالإضافة إلى أنه راح يصير عندك دراج بالويت مالتك، بالويت الدراج راح يصير عندك تغير بالويت زيادة، يعني هذا الكتنج راح يسوي عملية بالصعود والنزول راح يأثر على القراءة مالت الويت الهوك لود سنسر. زين، بالإضافة إلى أن البام برجر راح يصير بزيادة، البام برجر راح يصير عندك زيادة جدا عالية بالبام برجر. فأنت ثلاث إنديكيتات رئيسية راح يكون عندك هنا موجودة عندك، عندك زيادة بالتورك والدراج وعندك زيادة بالبوم برجر. تمام شباب، لحد الآن أكو طبابية على الموضوع؟ أكمل طيب، بس هاي مال اللي ورا كل سكشن من نحفره يعني شو نسوي بالضبط؟ قصدك كل سان كل سكشن، من قلت نكمل كل سكشن حفر ورا لازم به. قلت لك كل سكشن، شوف انت كل سكشن نط التايم، تايم سيركوليشن سيركل 3 بتمز اب، يعني 3 بتمز اب يعني 3 دورات سيركوليشن من البوتوم الى السيرفيس حتى نكمل نتاكد ان الهول مالتنا نظيف. بس احنا كل ما نخلص ستاند، يعني ستاند درل بايب اللي هو ثلاث جوينتات درل بايب مع بعض، نصعد هذا الستاند للاعلى، نوصل الى الاعلى ستاند ونرجع مره اخرى، يعني نصعد الستاند للاعلى وننزل مره اخرى، نصعد الستاند اخر نقطه ونرجع مره اخرى. عمليه الصعود استغرق 5 دقائق، نسميها باك ريمينج مع ار بي ام وبام اون، يعني مع سيركوليشن. عملية الوش داون اللي هي نزول تستغرق 1 دقيقة حتى يتأكد من التنظيف نط وقت للسيركوليشن حتى ينظف لنا الكتنج الموجود وما يؤدي إلى حدوث ستلق للكتنج، بالتالي يؤدي إلى حدوث استكبار. واضح؟ واضح واضح. استاذ حضرتك قلت باك ريمينج، إذن هاي الريمينج مو ممكن تأثر لي على المات كيك اللي أنا أحتاجه بمراحل اللاحقة؟ أنت الهوكي انا قاعد اقول لك باك ريمينج ما تعد تطلع مسافه عاليه، انت المكيك انا بحكيك المكيك تحتاج وقت حتى يترسب تايم حتى يكون عندك مكيك، صح ولا لا؟ اي نعم صح. فانا قاعد اقول لك ستاند اللي هو 30 متر انا تو حفرته، يعني ما صار
وقت فدي عن تونا هسه خلصت معتين وراح اسوي باك ريمينج اصعد وانزل تمام. اه يعني الماد كيك باعتبار هو في مرحله تراكميه مو لحظيه، هو يتراكم يعني مو بلحظه يعني قاعد يتراكم الماد كيك، هو يمر مرحله تراكم مالته تمام واضح. فانا قاعد اصعد وانزل حتى ان شو اسوي، اسوي تشيك للهول مالتي ان ما يحتوي على اي معوقات او بوادر حدوث ستاك تمام. اي شيء على اخر استاذ بالنسبه لزياده البامبو برشر يعني شلون نزيد؟ يعني انا مثلا مو مسيتها على ضغط مال ضغط معين يعني شلون انت انت قصدك مسيت البام مالتك يعني ان شنو قصدك بالمسيتها يعني على الانفجار قصدك او على السرعه القصوى مالتها؟ اي هو انا ما يعني كفاءه البام ايش قد تطيق يعني انت خلينا نقول شوف انا اقول انت انت مو من راح تحفر، من راح تحفر بالبدايه اول ما تحفر البير انت تعرف ان البير احنا نحفره سكشن يعني سكشن اول سكشن ثاني سكشن ثالث تمام قسم السكشن حتى استنادا على البريشر واستنادا على الليثولوجيه مالت الحقل اوكي. فانت البم مالتك لا توقع، لا توقع ان انت البم مالتك اول ما تحفر تشغلب كل الطاقه والقدره مالتك يعني بعدين من اشوف انه ما جاي صعد كل ما يزيد شوف شوف كل ما يزيد العمر تحتاج لك ريت اعلى. اه والبرشر البش البرشر البرشر برشر البمب شنو انت تقدر تعرف يعني برشر البمب او البرشر الضغط اللي يولد البمب هو الضغط الذي نحتاجه من اجل اكمال دوره كامله. عارف شنو يعني اكمال دوره كامله؟ يعني انا الضغط اللي احتاجه حتى اكمل كومبليت سيركيليشن من البمات الى الشغل الشغل ايش قد احتاج ضغط زياد؟ سؤال، هل انا من احفر اول سكشن احتاج نفس الضغط من احفر اخر سكشن؟ لا اكيد لا، راح اصير راح احتاج ضغط اعلى صح ولا غلط؟ صحيح صح. فبالتالي انت من اقول لك زيد بمريت انت من راح ما تشتغل البمات على اقصى حد الها بالبدايه لان راح تتدرج عمليه السرعة مالت البام مالتك تدريجيا مع زيادة العمر اوكي الافشنسي مالتك. شكرا زين. هاي عملية الستك هسه احنا حاليا انت عرفت عندك انديكيت معين انت اسباب حدوث الستك عرفتوها ووقت حدوثه يحدث عند يعني كل وقت خلال التريب خلال درولينج او خلاص يعني خلاص درب خلاص درلين بهاي يحدث عندها الستك كل الاوقات زين. بالنسبه بعد الانديكيت الاخر السيركوليشن هم نسالكم جاوبوني السيركوليشن هنا حاليا هل يكون سيركوليشن مقيد او يكون فري يعني يكون حسب نوع الستك؟ هسه انا عندي نوع الهوت انا عندي ستك من نوع الهول كليننج تمام هذا ستك اللي هو الباكو اوكي هنا السيركوليشن مال تراجع مالت السيركوليشن يكون نورمال او عليه هناك يكون كميه مال اقل او يكون يعني جدا معدوم احتمال يكون معدوم لا احتمال لا مو هو اوكي هو يكون يعني يكون نسبته قليله يعني او معدوم ليش مستريكل لان هنا الكاتيك هو سد الانيوت كاتينج المترسب عندك حاليا هو سوى عمليه كلوز للانيوت فمن راح يجي الكاتينج السيركوليشن فذلك انت من يسد ليش 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 صعد عندك البامب برشر لا تلاحظ يقول لك نجريز ان دم بامب برشر ليش صعد البامب برشر لان كاتينج سدت المجرى صعد عندك البامب برشر بالضبط الفراغ الحاقن قفل عندي زين بالتالي ليش صار عندك الاي الاي اس دي الاي سي دي العفو تعرفوا شو الاي سي دي كوفلنت سيركيليشن دنسيتي صح ليش صارت عندك سبب زياده اللي هي الكاتينج زياده الكاتينج هو سبب صعود الاي دي زين هذا الاي دي الاي عفوا الاي سي دي من تصعد راح يزيد عندك البريشر مضاغط هنا واحتمال يؤدي الى حدوث لوس تمام
أكيد. فتمام استرف. أنت أول ما يكون عندك هذا العملية الانديكيت الواضحة عندك حاليا هنا، أول ما تظهر عندك هاي المعالم شو الإجراء اللي تتخذه؟ First action. أصعد بالسترينج. أول خطوة تسويها تسوي لو بوم برشر 400 إلى 200 PSI. لو بوم برشر 400 إلى 200 لو PSI. تمام؟ تخفض البرشر مالتك. أوكي؟ First action. أول action أنت تسوي. يعني أنت عندك بوم برشر عالي قاعد تضغط على البوم مال. إذا استمر هذا البرشر راح يسوي عندك هنا أما انفجار بالبوم أو يصير عندك ليك على السيرفس. وياي؟ يعني أنت مجرى مسدود وقاعد تضغط بقوة، شو يصير عندك الضغط وين راح يرجع؟ عندك ضغط يجب أن يخرج من مكان. وراح يضغط خيالي. ها؟ يعني على يرجع على المضخة. لا أو يبحث عن نقطة ضعف موجودة بالديستشارج لاين اللي يربط ما بين البمات والهوت، صح لو لا؟ إيه ليك يسوي. فيبحث عن مخرج. عندك فش يسوي أول خطوة تسويها أكشن أنت؟ تسوي لو بام برشر من 200 الى 400 بي اس اي. تمام. تورك بالاضافه الى جار داون. عفوا شو الجار؟ نعم شلون البستم؟ اوكي هذا عند من تصعد عليه السحب عندنا تنشن يضرب كم جار بالبي اتش اي؟ اثنين ابو دا. فهنا شو نسوي؟ ايه هنا شو نسوي؟ اول شيء تورك تطق تورك وتشغل الجار داون تمام مع ماكسيمال تريب لود اوكي ويا لهم بس استاذ ارجع عيد استاذ انت اول اكشن انت صار عندك هسه انت عرفت من المعطيات الموجوده عندك ان انت قاعد تحفر بير الانكليشن مالته اقل من 30 او 35 درجه تعرفوا شو الانكليشن زاويه الانحراف الانكليشن هي زاويه الانحراف عن المسار العمودي اوكي تبدي من الصفر الى 90 ماكسيمال 90 بعد ما اقدر نوصل اكثر من 90 اذا صعدت اكثر من 90 راح تحفر الاعلى يرجع يحفر منها الى اعلى اوكي تمام فاول اكشن انت عرفت الانديكيتات الموجوده عندك ان الهول غير نظيف نوت هول كليني انت الهول مالتك غير نظيف فاول اكشن تسوي عندك البوم برشر عالي ايش تسوي؟ تسوي لو بام برشر تخفض من سرعه او ضغط البام برشر تخفض من ضغط البام برشر تمام؟ من 200 الى 400 بي اس اي اوكي؟ العفو استاذ نعم اول اكشن اسويه مو المفروض اسوي اوفر بول بالبدايه اذا ما اجى عندي راح استخدم الجار بعدين انا قاعد اقول لك انت يصير عند الاوفر بول شنو هو انت قاعد اقول لك دراج صار عندك تمام وصار عندك وصلت لستك كانت عليه وصلت للستك انت قاعد تاخذ اوفر بول الاوفر بول استاذ يعني شنو هو الاوفر بول استاذ اسحب بقوه بس ما اتعدى انه ينكسر ممكن عندي ما تعدى التنشن اللي يؤدي الى التويست اوف الدروسترنج خلصت تمام بس تبغى الاوفر بول انت حاليا درولينج الاوفر بول هو الويت الزايد اللي على الهوك لود اللي تاخذه وانت واقف اما يدرج وانت خلال حركه تمام فانا عبرت هنا على درج اوكي إن قلت لك إدراك أنا أقصد حتى أوفر بول تمام؟ تمام أستاذ زين أول أكشن أنت حاليا ستك وصلت لمرحلة ستك أوفر بول خليت ما أطلع لك ستك وصلت أول أكشن تسوي أنك تقلنا تقلل لو بوم برشر نوب تطي تورك عالي إذا بالإضافة إلى الجار داون مع
ماكس مع ماكسيمو تريبلود. هاي النقطة واضحة؟ واضحة صح. تمام. نبدأ اللي بعده. لحد الآن يعني احنا وصلنا هسه 10 الا 10 بعدنا بس بالهول فيلم. بعدها اذا انت خلصت حاليا احنا بالهول كلينيك هاي الاكشن اللي انت سويت تحاول ترفع حتى احنا نتجنب هاي العمليه او نتجنب هاي المشكله اللي تصير عندنا يعني قبل لا يصير عندنا احنا مع تجنب هاي المشكله بالاساس احنا ما نريد نوصل هالمرحله قبل كل شيء انه يكون عندنا مونيتر متابعه المن للانر فلوسيتي مقارنه بالار او بي تمام ماكسيمال بايب روتيشن سرعه الدوران يا يعرف شنو فائده الروتيشن بغض النظر عن انه يولد عمليه الحفر يضغط ينتقل عمليه الحركه الدورانيه الى البيت ويولد حفر وينتج لنا عمليه حفر الى الامام شنو بعد فائده سادي ساد على حركه الكاتينج يساعد على حركه الكاتينج وبعد يكسر الكاتينج يكسر الى اصغر بعد حجم اصغر تمام سرعه الدوران يكسر الكاتينج ويساعد على رفع الاعلى اوكي زين نقوم بعمليه كنا سيركوليشن قبل كونكشن قبل كل كونكشن من 5 دقائق إلى 10 دقائق حتى نمنع حدوث ستلق للكاتينج ويؤدي إلى حدوث الهول كلينينج استكبر شباب وياي تحدي الآن تحسين تحسين مود بروبرتيز يولد بوينت واللو شير يولد بوينت هاي كل العمليات احنا نقوم بها حتى نقلل من تأثير الكاتينج الموجود بالبير والناتج عن عملية الحفر لحد الآن خلصنا من الآبار اللي يكون الزاوية الانكليشن اللي تحفر بها أقل من 35 راح نجي الآبار اللي يكون زاوية الانكليشن الموجودة بها أكثر من 35 درجة أكو سؤال قبل لا أبلش ممكن أستاذ بس في توضيح صغير بعد إذنك عادي تفضل أستاذ نحن الفيرست أكشن تقول نخفض البومب ريت يعني بدنا نخفض ال طيب إذا مو في احتمالية البومب برشر اوكي شنو بدي اخفض البومب برشر بدي اخفض الريت تبع تبع الستروكات تبع البومب طيب انا اذا خفضت ممكن انا يزيد عندي الباك اوف يعني ممكن اكون عامل مجرى جريان اقدر من خلاله انا مكفي السيركيليشن تبعي ممكن اذا انا خفضت اقل ممكن يتغلب علي اسمك انا عندي الكلى معقده كان أكثر. اسمك احمد معي انت أنا وصلت المرحلة من أقول لك على الفيرست أكشن من وصلت إنك بستاك بايب حاليا أوكي تمام إن أنت البايب مالتك نو موف أب نو موف داون نو روتيشن أوكي معناته باك أوف أنا عندي عندك باك أوف حاليا أوكي تمام أوكي الهولك ليك مالتك غير جيد يعني أنت متلاحظ عندك آر أو بي عالية وتروح عشر شيكر تشوف الراجع مالت الكاتينج غليل فإن عندك هنا باك اوف تمام صحيح تمام انا هاي الحاله يا احمد من اريد ان اعالج اكو خطوات لازم اتبعها البروسيجر لازم اتبعها البروسيجر شكرا تخفض الريت مالتك لان انت عندك بمب برشر راح يصعد لان المسار للفلو ريت بالانيوس تمام فيلوسيتي انست تمام راح يصعد ممكن اسمع اذا تعطي ضغط عالي انت احتمال راح اسوي لك فتليك او اسوي لك فد يعني انفجار بأحد البمات فتقلل البم برشر مالتك
الضغط مال البامب برشر مالتك، حتتحافظ على البامب مالتك، بالتالي راح تطبق البروسيجر اللي هو اللي يقول تعطي تورك عالي بالاضافه الى تعطي دوران عالي بالاضافه الى الجار، حتى شو تسوي؟ بمجرد انك تفتح الاستك عن البايب ترجع الشغل البامات وترجع تنظف البير مالتك. تمام استاذ، تمام، واضح. يعني بس تفك الاستك عن البايب مالتك ترجع الشغل البامات، وبالضغط اللي انت زيد الفلوريت مالتك حتى شنو تنظف الهول وترجع كلين مره اخرى، وتقدر تباشر عمليه تستمر بعمليه الحفر مالتك. واضح؟ يعني انا واضح النقطة عندي، أنا أخفض البومب بريشر بحيث أنا ما يخلي السيفتي فالف تبع المد بومب يفتح عندي، بحيث أنا أحافظ على عملية السيركوليشن تظل تكون موجودة. يعني مو شرط 200 400 بي اس اي، ممكن أخفضه أنا مثلا على 1800. يقول لك تخفضه، لا هو تخفضه من يعني تخلي من المقدار مالته من 400 إلى 200. يعني عفوا انا فهمت غلط، انا فهمت انه انزل البوم بريشر لل 200 بي اس اي. لا مو قلت لك، قلت لك لو تخفيض، انت بتقول لك لو خفض السرعه. حقق على راسي، على راسي، واضح استاذ هيك، واضح 100% حبيبي. تمام شباب، ناخذ ريست يعني ما اعتقد. اوكي شباب، صوت واضح، صورة واضحة، واضحة واضحة استاذ، واضحة استاذ، واضحة. هسه احنا النوع الاول اللي حكينا عليه يعني اذا كانت الانجليشن اللي نحفر بها احنا زيادة الحراف اتجاه الحفر او زيادة الحراف الحفر عن مسار العمود اقل من 35 درجة، تمام، راح نوصل إذا إحنا نحفر قاعد نحفر هاي. ما أصلاً بس الصوت أبعد من الساعة. ها؟ الصوت أبعد من الساعة أصلاً. هسه الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح. أوكي تمام. هسه حالياً راح يكون موضوعنا عن الهول اللي يكون الإنكليشن مالته أكثر من 35 اللي هو الهاي ديفييتد. عندنا ثلاث انواع من الابار اللي هي ديفييتد، فيرتيكال، هوريزونتال. اذا احنا نحكي على الديفييتد، هي مشاكلنا مشاكل الستاك تصير اغلب من الاحيان يعني بالديفييتد او الهوريزونتال، تمام. ف احنا من راح نوصل للنقطه اللي يكون بيها اللي احنا نحفر بيها هاي ديفييت، الزاوية هنا الكاتينج اللي راح ينتج من عملية، يعني شو راح اسرع بالشرح شباب لان التايم مالتنا ما يسمح بالضغط عمل. الكاتينج اللي راح ينتج لنا من عملية الحفر او الكيفين راح يكون يعمل سيتلينج اسفل الادروسيترو، فراح يشكل حلقة هنا، يشكل كالسرير أو الحصيرة الرملية تحت الدرس ترينج وتحيط بجميع الدرس ترينج، راح تكون يعني راح يكون هكذا، يكون هنا نضيف اللون حتى تصير واضح لكم الأسود، يعني راح يكون يعمل حصيرة يعني هنا راح يكون ترسيب مالته هنا او كما هو موضح هنا. بهاي راح يكون قوة الجاذبية اللي تساعد على رفع الكتيل تكون جدا قليلة. نعم تكون جدا قليلة. زين شلون نعالجها؟ نعالجها ان نضيف لو جرافيتي سولد اللي هي تحسن الرهولوجي مالتنا مال المتر. هنا الانديكيت مالتي اللي انا موجود عندي حاليا ان انا قاعد احفر اكثر من 35 درجة، تمام، ان انا قاعد احفر اكثر من 35 درجة. اذا كنت احفر اخذ بنظر الاعتبار اذا انا احفر الزاوية مالتي اكثر من 35 درجة يجب ان اضخ
بوم هايبز. البوم هايبز ما تسمع بوم هايبز، هاي فيسكوسيتي بوم يعني قاعد أضخ مد عالي اللزوجي، هاي فيسكوسيتي مد. تمام؟ فإذا كانت أنا قاعد أحفر الانكليشن مالتي أقل من 35 درجة، الهايبز اللي أضخه البوم هايبز اللي يساعدني بتنظيف البئر مالتي الأضخه يجب أن يكون هايبز عالي اللزوجية هايبز. أما إذا كانت الزاوية مالتي أقل من 35 هذاك، إذا هي أقل من 35 أضخ بوم هايبز، أما إذا هي أقل من 35 العفو أكثر من 35 عشان أضخن أضخن لو هايبز، لو هايبز بوم مد يعني مد قليل لزوجية مع هاي دينسيتي. يا شباب إذا كانت الزاوية عندي أقل من 35 درجة الإنكليشن مالتي اللي أنا أحفر بيه، من أريد أسوي دخن بوم هايفز حتى أنظف البير بعد كل ستاند، إحنا نضخ بعد كل ستاند الحفرة نضخ بوم هايفز. أوكي، فالهايفز إذا كانت الزاوية مالتي الإنكليشن أقل من 35 أضخن هايفز، هايفز يعني مد عالي زوجية. أما إذا هي أكثر من 35 أضخن لو هايفز مد بام وهاي ديسيتي يعني يكون الكثافة مالته عالية واللزوجية قليلة. أوكي زين، الانديكيت اللي يكون عندك موجود بالعبار اللي يكون الزاوية مالته أكثر من 35 أو الأسباب اللي يحتمل في الأسباب هي الموجودة عندنا، أن الأسباب اللي يكون عندنا هول كاتينج نو نوت هول كاتينج يعني البير قد نظيف، هي هاي أر أو بي لو بوم ريت نيجريز تورك أو الدراك ونيجريز بوم بريشر، هاي اللي هي الأسباب اللي تطيق والإشارات اللي تطيق إن أنت عندك حاليا راح يصير ستك. أوكي، الإجراءات اللي أنا أتخذها حتى أمنع حدوث الستك شباب، سحوكم جدول، سوي لكم جدول حاليا راح نعطي البارامترات، يعني على الصورة ماكو علاقة بس أسمعوا من عدي هذا يعني، فإذا أنا قاعد أشرح شوية مثل ما يقولون أتعمق بها شوية حتى الفائدة تكون. Drilling Factor يعني الـ Operation مالتك، Drilling Operation أكتبوا Drilling Connection Tripping Out أو Run Hole Tripping Out أو اللي سمحنا Pull Out Tripping In اللي هي Run Hole Back Reaming والBump Out اللي هي مو Circulation. تمام؟ لأن كتبوهم جدول. إذا أنا عندي يعني شلون إن أعرف أنا من معطيات إن عندي هول نوت هول كلينيك أو هول كلينيك سبب الستك عندي هول كلينيك أو البير غير نظيف عندي، من المعطيات يصير عندي زيادة بالدراج، شنو زيادة بالدراج؟ يصير عندي الهوك لود، هوك لود يحمل وزن زايد. تمام؟ خلال الحفر، خلال الحفر يصير عندي زيادة بالدراج، الهوك لود قاعد ياخذ وزن عالي. تمام؟ زيادة بالتورك، يصير عندك زيادة بالتورك خلال الحفر، المعطيات اللي تدل على أن عندك حاليا نوت أول كلينينج، أن أول شيء زيادة بالدراج وزيادة بالتورك وزيادة بالبرشر. تمام زين، خلال الكونكشن من سو كونكشن ناخذ، اذا كملنا الكونكشن راح ناخذ اوفر بول اوف سليبس، اوفر بول اوف سليبس. انت تسمع شنو اوف سليبس؟ اونست من تسمع يقول لك اون سليبس يعني سليبس موجود مسوي لوك علما على دريل بايب خلال الكونكشن، بس من تسمع اوف سليبس يعني نشيل سليبس راح يصير عندي اوفر بول، نسوي بيك اب، نسوي بيك اب اسامه حطيت سليبس كملت الكونكشن شلت السليبس. تعرفوا شنو السليبس شباب؟ اي نعم، هي تول تثبت
الباير تبى تدرس سترينج خلال عمليه الكونكشن ديسكونكشن تمام. فهاي التول من احط التول مالتي اسوي كونكشن اشيل التول يسمونه اوف ستيبس. من اسوي اوف ستيبس يصير عندي اوفر بول. من تسمع شوفوا شباب من تسمع ادراك اللي انت قاعد تتحرك موف او دريلينج اب تو داون تسمع تساعده. بس اذا انت ستاتيك يعني مثلا هسه هاي ترفع الاوفر بول بترفع السليبس وتاخذ اوفر فد زياده بالويت يسمونه اوفر بول تمام تمام. فالاوفر بول من نسوي بيك اب نتخلص الكونكشن ونشيل السليبس ونسوي بيك اب نشوف عندك زياده بالاوفر بول تمام. بالكونكشن ما عندك تورك ما عندك روتيشن فما عندك انديكيت ان هنا عندك انت هذا كلينيك فقط هنا عندك اوفر بول عالي خلال الكونكشن. هذا الاوفر بول يعطيك اشاره الى ان الهول الهول او الول بور مالتك نوت كلين بسبب ان الكاتينج حائط بيمن بالدرس ترينج. فهاي اشارات قاعد يعطيك انديكيت الى ان الدرس ترينج مالتك معرض ان يصل الى نتيجه ستاك اوكي. فبخلال الكونكشن يصير عندك اوفر بول اوف سليبس. من ترفع السليبس راح يصير عندك زياده بالبيك اب. نسوي بيك اب ترفع الدرس ترينج على حتى تنزل راح يصير عندك زياده بالاوفر بول. التورك يكون عندك ما عندك عليه فد اشاره لان هذا التورك ما عندك خلال الكونكشن روتيشن موافق للروتيشن. يكون عندك اضطرابات بالبرشر بدايه السيركوليشن تمام. بدايه السيركوليشن يكون عندك اضطرابات بالبرشر مالتك مال البمب. بالتريبن عفوا تريب اوت خلال عمليه السحب شنو راح يزيد عندك اذا انت هذا الستك قد يكون بالتريب وقد يكون بالكونكشن وقد يكون بالدرولينج تمام وقد يكون بالباكريمينج. بشو الاشارات هسه احنا وصلنا للتريب اوت البول اوت. خلال البول اوت شباب خلال البول اوت يكون هنا عندك زياده يكون عندك زياده بشكل غير منتظم بشكل غير منتظم بالاوفر بول اوف سليبس. يعني بالبول اوت انت من تسحب تكون ان تحس ان الدريل بايب شيء ماسك بيه من الاسفل فورس سوي التاتش الى من الاسفل من الاسفل فورس قوه ماسكه من الاسفل كل ما تسحب تكضه. فهاي القوه غير منتظمه. بعض الاحيان في اوفر بول يغلى عندك 3 طن 10 طن 15 طن زياده تمام. فهاي الاوفر بول يكون غير منتظم بالبول اوت. هنا يكون عندك زياده نجريز غير منتظمه بالاوفر بول مالتك. بالنسبه للتريب اوت ماكو عندك بها روتيشن لو تريب ما عندك بها روتيشن تورك ماكو. والبرشر عمليه تريب ما بها سيركوليشن اللي هي عمليه هم سيركوليشن ما عندك هنا تمام. زين بالتريب ان اذا انت نازل وصار عندك عملية بالمالتك مو نظيف وصار ستلينج تمام صار ستلينج للكتينج او كيف يتصرف ستلينج للكتينج راح تاخذ سلاج اوف اللي هو ويت اون بيت او راح تاخذ ويت اون بيت سيت داون ويت. راح يصير عندك زيادة بيمن راح يصير عندك زيادة بالويت اون بيت او يسمونه سيت داون ويت تمام. تلاحظ ان زيادة ان انت ما واصل بعدك للعمق التريده وصار عندك زيادة sit down weight أو اللي هي weight on bit. هاي وين يصير عندك الزيادة؟ إذا أنت قاعد إذا أنت حافر بير الزاوية مالته أكبر من 35 راح تصير عندك الزيادة عند هذا الزاوية. من توصل هاي الزاوية اللي صاير بيها عملية ستلك وترسيب الكاتينج راح يكون هنا راح يكون هنا عندك هاي الزياده واضحه بهاي المكان اللي هو يحتوي على 35 من توصلها راح يصير عندك زياده بالويت. زين خلال عمليه الكونكشن حتى بالتريب تريب ان انا مسوي كونكشن بالتريب ان من راح انزل هم اسوي بيك اب هم من اسوي بيك اب نسوي كونكشن اسيري سليبس واسوي بيك اب ارفع الدرن باي وانزل النوب حتى اتشيك انه ما عندي فد مشكله وما عندي فد قوه ماسكه بالدريل بايب مالتي. فمن اسوي كونكشن للدريل بايب وارفع السليبس ايضا راح يحدث عندي
شنو قاعد عندي اوفر بول، فهنا بالتربن او بالرن هول راح يكون عندك زياده الويت اون بيت عند الزاويه ما توصل زاويه 35 المكان انحراف او وزياده اوفر بول اذا اوف سليبس. واضح لحد الان؟ شباب وياي لو واضح استاذ وياك تمام واضح استاذ، بس في سؤال صغير اذا ممكن ولا لاخر المحاضره؟ لا لا اسال ماكو مشكله استاذ. استعلى يوم انا بدي احفر تكون عندي الزاويه اكثر من 30 درجه، من 30 ل 60 درجه. أوكي. انا هون عم بستخدم دايركشن دريلينج، عندي ان دبليو دي، فما عندي صح. ما عندي ار او، ما عندي ار بي ام فوق على التوب درايف او على الروتري تيبل، فانا هون جاي استخدم التوربين. يس الام دبليو دي هي اللي قام تحفر لي انا عندي جوا الموتور. اي هون ما يبين معي التورك انا. اوكي ممكن بس توضيح على تحكي على السلايدنج درون. ايوه على السلايدنج درون وليس روتيشن. اوكي انا 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 ما مطرق السلايد درون هسه، عندنا شوف الاي كروز. اوكي خلينا نعطيك فد نقطه. اوكي شكرا. احنا انا قاعد احكي على التريب ان او قاعد احكي على الدرون مالتي. انا هنا انت قد يكون يقول لي أنا قاعد أحفر يتحرك عندي فقط الماطور والبت، الدروس تريك ما تكون ستاتيك يعني ما بي روتيشن، فأنا ما عندي قراءة التورك صح لو لا؟ فقرة صح ما فقرة التورك صح. زين سرعة الحفر بالسلايدنج شقد؟ شقد قد يحفر لك بالساعة؟ حسب إذا كان تايم دريل ولا إذا كان في عنده حفر سريع في حسب بناء الزاوية. هذا يعتمد على أحمد. أنت أحمد؟ أيوة أحمد. إذا تحفر بالماطور خلينا من عندي، إذا تحفر بالماطور إحنا الماطور نسوي حتى نحفر بالماطور حتى نسوي زاوية من الزاوية مالها تمام. بناء الزاوية بالسلايدين من نحفر السلايدين نطول في الساعة ساعتين ياخذ لنا فد امتار طبعا قليل. طبعا 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 اوقات اوقات انا امر على امتار معينه اريد اعمل انا احافظ على الزاويه او ازيدها شوي كذا، فكمان هون حفر سلايدنج بده يكون عندي بطيء، فراح يكون حفر بطيء، فانت الار او بي مالتك بطيئه، فالكتنج راح ينتج لك من هذا الار او بي شنو قليل، فما راح تاخذه بالحسبان. انا قاعد احكي لك على الار او بي عندك ار بي ام عالي تمام عالي. يكون عندك كتنج عالي تمام استاذ تمام واضحه واضحه استاذ واضحه. اوكي شكرا لك. الاوفر بول اوفيس ليف شباب بالباك ريمينج هسه حرمان احنا خلصنا الانديكيت الاول عندك بيدرون قلنا عندك دراج عالي تورك عالي بريشر عالي بالكونكشن عندك بس دراج اللي هو الاوفر بول بنسوي بيك اب بنسوي كونكشن ليدر البايب ويسوي قبل يدر الباب حتى قبل لا تنزل تاخذ اوفر بول ويكون عندك السيركوليشن بدايه تشغيله مضطر تمام. التريب اوت ياخذ عندك اوفر بول ياخذ عندك زياده بالاوفر بول. بالنسبه للتريب ان قلنا زياده بالسيت داون ويت وبالاوفر بول عندما تكمل الكونكشن ايضا راح تاخذ اوفر بول نسوي بيك اب للدريل سترينج قبل ان تنزل. بالباك ريمينج يصير عندك بالباك ريمينج، الباك ريمينج هي عمليه مثل ما نعطيكم من تسمع باك ريمينج قول عمليه حفر عكسيه، يعني انا قاعد اسحب الدريل سترينج للاعلى مع ار بي ام وسيركوليشن بارامتر حفر ار بي ام سيركوليشن ريت اوف تمام. زين فالباك ريمينج هنا يكون عندك اوفر بول اوف سليبس يعني ويكون الاوفر بول غير منتظم عكسي ويكون عندك تورك عفوا اوكي يكون عندك هنا اوفر بول اوف سليبس يعني تاخذ اوفر بول نتفك الدريل بايب والسحبه حتى تسوي ركن على المونكي بورد وعلى الريج فلور راح تاخذ اوفر بورد
وايضا راح يصير عندك تورك عالي لان انت قاعد تسوي ار بي ام دائما. ما دام عندك ار بي ام عندك تورك اذا انت قاعد تسوي باك فريمينج او حفر تمام هارد بار فريمينج برضه راح نسميه ويكون عندك برشر عالي بالباك فريمينج فهذا دليل الى ان انت الهول مالتك غير نظيف. اوكي زين بالبوم زين لحد الان اكو فد نقطه سؤال استفسار على هالنقاط الاربعه اعطيكم اياها تمام. الانديكيتات الموجوده الاخرى على الريك شيل شيكر دائما ان يكون عندك الار او بي عالي يجب ان يقاربه كاتينج موجود عالي. تلاحظ ان الويتنس اذا صير في المونيتر على الشيل شيكر كوف اذا شفت كميه الكاتينج الموجوده قليله تمام العاده من البير وغير منتظمه يعني مقارنه بالار او بي مالتك بين الشيل شيكر مالتك سكرين قد يكون يعني مقارنه بالحفر مالتك جدا قليله. زين المد لوجينج يلاحظ ذلك المد مالتك تجيني تاثير الهول كليننج نوت هول كليننج على المد راح يصير عندك زياده بالبلاسكت فيسكوسيتي اليولد بوينت ويصير عندك نجريز باللو جرافيتي سول يعني عندك زياده باللو جرافيتي سول يصير عندك تمام العفو سوليد لو جرافيتي سوليد واحتمال يصير عندك زياده بالمد ويت لان اربع نقاط راح يصير بين زياده عندك زياده بالبلاسكت فيسكوسيتي عندك زياده باليولد بوينت بالمد راح يصير لما يسوي المد انجينير تيستات راح يلاحظ ان عنده زياده بالبلاسكت فيسكوسيتي ولاحظ عنده زياده باليولد بوينت واحتمال يصير عنده زياده بالمد ويت نتيجه الكاتينج الموجود تمام ولو جرافيتي سوليد راح يصير بيها زياده ايضا لو جرافيتي سوليد راح يصير بيها زياده. اوكي النقطه كل احنا كافضل معدل ضخ بمات نستخدمه مقارنة مع الزاوية اللي نحفر بها تمام يعني هنا راح يقول كأفضل معدل ضخ بمات للزاويات اللي نحفر بها إذا كنا نحفر الهول سايز مالتنا إذا كان الزاوية مالتنا ما بين 0 إلى 35 البوم مالتنا راح اعطيكم قياسات بالجالون بير مينيت الجالون بير مينيت تمام ستروكات مال البوم غيسه بالجالون بير مينيت كل دقيقه اذا كنت احفر سايز مالتي بال 26 انش اذا كان سايز اللي احفره 26 انش وكانت الزاويه ما بين 35 الى 0 فافضل معدل ريت هو يكون 700 جالون بير مينيت واذا كانت الزاويه ما بين 35 الى 55 هي 1250 جالون بير مينيت. شباب بالنسبه ان شاء الله راح ادز لكم اياهم اذا تطلعوا عليهم تطلعوا عليهم حتى ما نتاخر. اوكي شباب اكو سؤال قبل لا اقلب السلايد هذا قلت تزداد اليلد بوند مع العلم انت قلت هي اليلد بوند هي تنقل الكاتنج زين اذا ازدادت انه ما راح يصير عندي ستاك بيتا. شوف هو انت اوكي هي قابليه هي اليلد بوند شنو قابليه المد على حمل الكاتنج تمام وياك تمام اي وياك وياك صح. انا قلت لك ان المشكله مد بروبرتيز مد بروبرتيز هي احد المشاكل اللي تسوي لي نوت هول كليم لكن اوكي انت اليلد بوينت عندك جيده ما بيها مشكله بس اذا الانيولر فيلوسيتي مالتك ضعيفه شو الفائده او
السيركوليشن مال تايم مالتك قليل، شنو الفائده؟ صح يعني انا اوكي عندي يلد بوينت جيده لكن الفيلوسيتي مالته قليله، فما راح او ما اعطي وقت كافي حتى اسوي سيركوليشن وانظف، وبالتالي انا راح اخسر. تمام اوكي. الشباب الفورميشنات القير مدمجة أو الذي لا تتعرض إلى كومباكت إلى ثقب وتكون فورميشن واحد. تمام سمعنا الفورميشنات المفككة، هذا النوع من الفورميشنات دائما يكون قريب للسطح شلب. يعني صراحة لو كنا كم صريحة عن الهولوكلينيك قطيت من عنده ما قرب ل 40% بعد بهواية يعني حاجة، لكن اختصارا للوقت الكورس راح يكون موسع. على الكورس الطيب 25 ساعة، مع الساعة لازم أسوي له ريديوس للمتل الموت. أوكي الفورميشنات اللي تكون قريبة من السطح التي لم تتعرض إلى vertical stress أو لم تتعرض إلى compact لتنضغط وتدمج مع بعضها أجزاءها ومكوناتها نسميها الفورميشن متفكك. زين شنو تأثيره على خلال عملية الحفر؟ المد من يتكون؟ المد يتكون من أربع ركائز أساسية، البيس فيس مالته اللي هو أما يكون أويل بيز مد، ووتر بيز مد، سينثيك بيز مد. تمام؟ احنا هسه حاليا هو افضل نوعيه اغلى واحد هو السينتكس بيز مود، وافضل نوعيه اللي هو الاويل بيز مود، والمستخدم بالعراق هو الوتر بيز مود. دني الاول السينتكس بيز مود اللي هو يكون جدا عالي لان هاي البوليمر مالته مصنعه، اما الاويل يكون تاثيراته البيئيه جدا عاليه ذلك احنا ما نستخدمه وكلفته العاليه ذاك احنا ما نستخدمه. بس تقدر تستخدم الاويل بيز مود المود مالته لاكثر من بير، لكن الوتر بيز مود يكون هو اللي احنا نستخدمه حاليا لان تكلفه مالته قليله وتاثيراته البيئيه اقل. تمام فالمود يتكون من اربع ركائز اساسيه، بيس فيس يتكون من فلود لوس ريديوسر، يتكون من فيسكو فاير، يكون من ماتيريال ويت. تمام المسؤول وظائف المود هي متعدده، احد وظائفه اللي يسوي لنا فلتر كيك. دائما احنا نحفر، ايش نحفر شباب؟ نحفر اوفر بالانس. تعرفون شو الاوفر بالانس؟ يس استاذ زي معروف شباب يكون المضويد يس هيدروستاتيك بريشر اعلى، ما يكون هيدروستاتيك بريشر اعلى من الفورميشن بريشر يسمونه اوفر بالانس اللي هو هذا الطبيعي القائم من الاوفر بالانس، ان نسمح بدخول المد الى الفورميشن حتى تترسب مواد الفلويد ريديوسر اللي هي مسؤوله عن تكوين الفلتر كيك على جدار البير وتكون الفلتر كيك. تمام او يسمونها الكعكه الطينيه اللي هي تمنع خروج السوائل من الفورميشن الى البير او انتقال السوائل من البير الى الفورميشن. واضح من شروط تكوين الفلتر كيك يجب ان تكون الفورميشن بيرمابيليتي عندنا فاضية. الميزة بهذا التكوين تكون هايبر موبيليتي، هي تكون مفككة يعني ما بيناتها فك كومباكت تكون مفككة، بالتالي ان هنا ما راح يقدر يسوي لك الهيدروستاتيك اوفر بالانس، ما يقدر يسوي لك سبورت لهذا الفورميشن لان الفورميشن راح احتمال يصير عندك بارشيال لوس بي او سيبج لوس يصير عندك. تمام راح يدخل الى داخل الفورميشن، بالتالي ان هذا الفورميشن الذي لم يعرض الى كومباكت وضغط ما راح يوفر به الهيدروستاتيك الضغط او الدعم المطلوب حتى يثبت الجدار مالته. واضحه الفكره؟ زين فبالتالي نتيجه هذا العمليه يؤدي الى سقوط اجزاء من الفورميشن الى داخل البولبور تساقط. فهذا نسميه احنا الكيفينج، هذا نسميه الكيفينج، هذا النوع اللي احنا نسميه كيفينج. تمام شباب واضح؟
اوكي خلاص. هذا احنا نسميه نوع الكيفينج بسبب شنو؟ بسبب ان الفورميشن مالتي لم يتعرض الى الكومباكت الكاف. زين في المؤشرات اللي احنا هاي اللي تدل عندي شباب يعني خلينا نكون واضح وياكم، احنا الابار اللي نواجه بها مشاكل من البدايه هي الابار الاستكشافيه اكسبلوريشن، الابار الاستكشافيه مالتك اللي يكون جدا عالي مشاكل مالتها، لان انت ما تدري شنو قاعد اللي راح تواجه، ضغط عالي راح تواجه فد غازات. اما الابار الانتاجيه والابار التطويريه تجي ما بعد يكون سويت دراسه كامله للحقل وافتهمت الخصائص وطبيعه الحقل، فبالتالي احنا من قاعد نحفر هسه حاليا قاعد متصورين وعندنا تصور كامل للفورميشن وطبيعه الفورميشن راح تجينا وماخذين التدابير الاساسيه حتى نواجه المشاكل اللي راح تجي نتيجه هذه العمليه الحفر. فلذلك احنا نقول لكم ان عندنا المشاكل احنا قاعد يعني نسبتها جدا قليله بسبب ان احنا عندنا دراسه كامله للحقل، بسبب ان احنا عندنا معلومات كافيه عن الحقل، بسبب ان التخطيط الجيد، هاي كلها تؤدي الى تحسين عمليه الحفر وتقليل مشاكل الحفر. زين فالانديكيت اللي يصير عندي انا اذا صار عندي هذا النوع، يعني اوكي انا شو هسه اقول انت تعرف ان هذا البير مالتك مو بسبب نوت هول كلينيك، اقول لك اول شيء ان انا بروبرتيز مالته جيده، الفلو ريت مالته عاليه، الانوال فلوستي اللي هي عاليه ايضا، يعني انا كل الاجزاء او الخصائص المتعلقه بالهول كلينيك انا مطبخها بكل قوه، يعني بكل شروطها، مسوي وايبر تريب بعد كل ستاند يعني تمام. فهاي بعد نهايه السكشن يسوي وايبر تريب، فهنا انا مطبخ كل الشروط الاساسيه المن الخاصه بالهول كلينيك. فانا عندي شنو حدث عندي؟ حدث عندي تورك عالي، انا قاعد احفر شلو، يعني اول سكشن شفت عندي تورك عالي ودراك زياده بالويت مالتي بالهوكلود، وعندي برشر عالي واي سي دي عاليه. زين وتلاحظ ان الشيكر مالتك الملء كيبنج والملء كاتنج، شيكر مالتك الملء كاتنج وكيبنج تمام يا شباب. فتلاحظ ان لارج اكو لارج فاليو يعني كميات كبيره من الساند على الشيل شيكر، يعني هنا عندك هذا النوع يكون هذا الفورميشنات دائما يكون نوعها اما من الساند والجرافل، هاي الفورميشنات اللي هي لم تتعرض لك كومباكت وضغط يكون قريبه على السطح شلو هي جرافل جرافل وساند، مثل ما عندنا هسه احنا الدبدب اللي قاعد نحفرها جرافل وساند موجوده، هي ما متعرضه للكومباكت، هي موجوده عندنا هسه احنا هنا بالعراق جنوب العراق، هي الدبدبه حاليا فورميشن الدبدبه اللي هو نفس هذا المشكله الموجوده عندنا حاليا. فتلاحظ ان نسبه كنسبه وحجام الكتنج العائد من الحفر على الشيل شيكر جدا عاليه من الجرافل والساد من الكتنج مقارنه بالاروب تمام، عندك ار او اي لكن نسبه الكتنج قاعد ترجع عاليه اوكي عكس الهولك اللي يكون عندك ار او بي عاليه والكتنج راجعه قليله. زين بالاضافه الى الحجم مالته اكبر ويصير عندك لود بالساد تراب والديساندر، عارفون الاكوبمنت مالت الشيل شيكر ديساندر سلسلتر سنتر فيوج ما داعش عليهم. اوكي شباب بس كده انتوا تعرفون. فهنا شوف ان عندك الانديكيت مالتك انه يكون الشيل شيكر مالتك صار بي اوفر فلو يعني ان السكرينات مالت الشيل شيكر تمت تغطيتها بالكتنج وقاعد تشمر المد الراجع الى الخارج تمام. فهنا يكون الساند تراب مالتك فول يعني اوفرلود، وعندك الديساندر ايضا اوفرلود. زين بالنسبه للمد مالتك يصير عندك زياده بالمد ويت وبلاسكت فيسكوسيتي،
وعندك يصير نسبة عالية من الساد بالود، محتوى المد للساند يصير نسبة عالية. البلاستيك فيسكوسيتي شباب هي المقاومة الناتجة من الاحتكاك ما بين جزيئات الصلبة بالمد، تمام؟ واضح شباب؟ واضح زين. هسه راح نجي نفس ما سوينا بالهول كليني، راح نجي ايضا المن، راح نجي لل الفورميشن الغير موحده او الغير مدمجه. اول واحد حطوا لكم قائمه كتبوا وكل اوبريشن شنو راح يعطيك انديكيت ان هذا بسبب الفورميشنات او الكيبل المتصاغر من الفورميشنات الغير متماسكه. الدرلينج اول الدرلينج اذا انت قاعد تحفر راح يكون انديكيت عندك نقريز زياده بالدراج، يصير عندك زياده بالتورك غير منتظمه، ويصير عندك زياده بالضغط، تمام؟ اذا انت كونكشن حاليا الاوبريشن ما تكونكشن يصير عندك اوفر بول اوف سليبس، يعني عندما ترفع مسوي كونكشن وترفع السليبس تاخذ اوفر بول، تمام؟ تورك ما عندك دائما، تورك ما عندك بالكونكشن، ويصير عندك اضطراب بالضغط مال السيركوليشن بدايه السيركوليشن، تمام؟ وهول فيل، الهول فيل يعني تساقط كميه كبيره. دائما المشكله هنا يا شباب ان هذا الاول سكشن احنا يكون الحفر مالته الدايمتر الهول سايز جدا كبير، وهذا السايز الكبير راح يكون عامل مساعد لتساقط كميه اكبر من الكتينج، لتساقط نسبه اكبر من الكيفينج من هذه الفورميشن، تمام؟ زين. بالتريب اوت، تريبينج اوت او البول اوت اوف هول، يكون عندك زياده بالاوفر بول عندما ترفع السليبس ايضا، والتورك والبريشر ما يكون عندك. بالتريب ان يكون عندك زياده بالسيت داون ويت اللي هو الويت اون بيت، اوكي؟ بالباك ريمينج يكون عندك اوفر بول عالي اوف سليبس، وعندك التورك عالي غير منتظم، وزياده بالبرشر، تمام؟ زين. الاجراءات اللي انا يعني اتخذها اذا صار عندي الكيفينج بسبب هذه العمليه او بسبب هذه ظروف الفورميشن، انه يكون فورميشن غير متماسك لان الروابط ما بين حبيبات او جزيئات ماكو، وعدم تكون الفلتر كيك بسبب ان هايبرمابيليتي، فما راح يكون عليه فلتر كيك فيحتاج وقت اعلى. انا هنا شنو الاجراءات اللي اتخذها حتى امنع حدوث هذا النوع من المشاكل وحتى ما اوصل لمرحله الستك باي؟ شنو الاجراءات اللي استخدمها انا حتى امنع هذا؟ تمام الشباب، اكو مداخله؟ يعني راح يكون هي اخر اجراءات راح اتاخذها هاي، وراح ادخل بعد الاسئله. اكو مداخله قبل لا اعطي اجراءات؟ استاذ بس سؤال صغير اذا ما في زحمه. بالشلو فورميشن راح احفر بالسباد مود، السباد مود هو بكميه ميتنات عاليه، يعني هذا ممكن يسوي لي ثيك مود كيك، هذا ما يمنع لي او حتى يقلل لي من الوش اوت اللي يصير بالساند فورميشن؟ هو احنا ليش نسوي ثيك مود كيك بالشلو؟ لان دايمتر مالته اكبر، وبالنسبه ايضا الى ان الفورميشن نوت كومباكت، يعني بعد ما متماسك، تمام؟ ذاك البنتنايت يعطيك هاي النسبه العاليه. لكن خليني اقول لك شغله واحده، قاعد اقول لك ان هذا الفورميشن هايبر مود، عارف شنو هاي؟ يعني تسمح دخول، تسمح يعني اكو فراغ جدا قوي بيناتهم،
نافذ بشكل جدا كبير، بالتالي يسمح بدخول المد إليه بكل سهولة، ممكن حتى أنك تأخذ دوسس. واضح؟ يحتاج هذا الفلتر يحتاج وقت حتى ينتهي. زين. إجراءات اللي أنا أتخذها حتى أمنع حدوث هذا النوع من المشاكل عندي، أولاً أجرى عمل أسوي كنترول درولينج على الأروبي مالتي، واستخدم هايفيز لايفيز مود حتى أجرى عملية تنظيف بشكل مستمر. بعد كل ستاند أستخدم هايفيز حتى أنظف، تمام، حتى أمنع تراكم القطع، لأن هايفيز كل ما زاد الجزئية زادت اليولد بويت مالته، بالتالي أزيد اليولد بويت مالته، بالتالي راح أزيد قابليته على حمل الكتينج إلى السطح، أقلل من سرعة التريب مالتي أب تو داون، أقلل من سرعة لأن هاي السرعة مالتي قد يسبب لي ارتدام الدرل سترينج أو يسبب لي فتح اضطراب داخل الولبور مالتي، والبور تجوف البير، بالتالي نتيجة الحركة السريعة قد تسبب ارتدام بالفورميشن ويؤدي إلى التساقط، تمام؟ أعمل مد عالي اللزوجية والجلسة تريك مالتي عالي يكون حتى يكون متماسك، والحركة مالتي تكون جدا ضعيفة ضمن النطاق الشلو استكشن الأول حتى أقلل من اللوسز الموجود عندي بسبب هذه الظروف الجيولوجية. واضح شباب؟ احنا حاليا وصلنا دقيقه 46. اي واحد عنده سؤال استفسار؟ السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام استاذ. بخصوص المواد اللي نضيفها لسائل الحفر، البارايت والبنتونايت، نعرف انه البارايت هي مواد راح تقلل لنا الكثافه، والبنتونايت راح تقلل من الكثافه، فاحنا نستخدم كل واحدة حسب الحالة اللي يتطلبها وضعية البئر، مرات نحتاج نزيد ومرات نحتاج نخفض، فهل يا ترى اكو حالة نقدر نستخدمها الاثنينات سوية؟ اوكي، انت توصل الويت معين، يعني انا شوف معلومة الماتيريال ويت هي البارايت الهيماتايت سواء كانت اللايم كربون كالسيوم كربونايت اللي هي اللايم ستون، تمام، لايم عفوا لاين، تمام. هاي تعطيني الويت اللي انا اريده، يعني انت تريد ويت معين، قصدي يقول اني اقدر اضيف حتى اوصل للويت اللي اريده، ان كل واحد تعطيك الويت اللي انت تحتاجه، بس قل لي مثلا مثل الهيماتايت والبارايت ما استخدمهن ويا المكامل المنتجه، لان هذين الاجزاء تسبب لي عمليه سد للفورميشن، تمام، يعني اذا اما استخدمها اللايم اللي هو الكالسيوم كربونايت لان سولوبل ايش نون سولوبل دنيجه، استخدمها دني مكان يعطيني الويت معين سولوبل حتى يتحلل والنسوة بيربريشن يعطيني انتاج وما ياثر على الريزرفوار مالتي. نعم استاذ انا هاي اتفق معك فيها، انه انا بالنت باي ثيكنس ما راح استخدم ماده البارايت لان هي راح تسوي لي شلون المود كيك على الطبقة المنتجة اللي هي آخر سكشن، أنا ما استخدمها. نعم. يقول لك نوم سولابل يعني غير ذائب البارات والهيماتايت. ما راح استخدمه. ما استخدمه. أنا أقصد بالطبقات مثلاً بالإنترميديت بالسكشن إنترميديت مال الحفر. سكشن مال الكيس. مثلاً هل يا ترى نستخدمهن البارات والبنتونايت سوية فرد حالة؟ احنا الاول احس الموجود عندنا حاليا اول شيء نستخدم البنتونايت نسبه مد بعده يتحول الى البوليمر بوليمر مد لان عندنا بوليمر ليش لان انا اقول لك الظروف الجيولوجيه والظروف المكمنيه الموجوده عندنا او ظروف الليثولوجيه الموجوده عندنا البنتونايت يسوينا به مشاكل حسب الظروف الليثولوجيه او تكوين الموجودة عندك بالحقل مالتك.
تمام. اذا كانت تقوي تحكم على شيء انت شوف اللي يحكمك. شوف انا اقول لك شو ما اللي يحكم طبيعه المد، نوع المد، المواد المضافه هي طبيعه الليثولوجيه او التكاوين الموجوده ضمن الحقل مالتك. اسالك سؤال، التنوع اللي هسه موجود عندنا بالمد شنو سببه عندنا؟ اول شيء كي سي ال مد، عندنا بوليمر مد، عندنا جولايكل مد، عندنا سيليكيت مد، عندنا فروميت مد، عندنا هاي ويت مد. هذا التنوع الموجود عندنا بالمد شنو سببه؟ السبب الوحيد لهذا التنوع هو بسبب الليثولوجية التكاوين. مثلا كل هاي بسبب الشيل، ليثولوجية الشيل، الرياكتيف مال شيل. ان شاء الله راح ناخذ المحاضره الجايه اللي راح تكون يوم الاحد او الاثنين، نشوف تحديد وقت ويا الاس بي مال، فراح يكون تحديد وقت ويا العضوين مال تشابتر. فبسبب الرياكتيف مال الشيل صار هذا التنوع حتى يقاومون شنو؟ يقاومون الرياكتيف اللي هو يصير انتفاخ وانتشار للكي للطين، تمام؟ يسوى حلقة نعم. على دروس سترينج. فأنت هنا طبيعة المد، خصائص المد مو أنت تتحكم بها أو أنت تختارها، اللي يختارها طبيعة الحقل وميثولوجية الحقل الموجودة. عم أستاذ، ما أنا سألتك هذا السؤال ليش؟ لأن أنا قبل فترة هم أنا تنارست مع شخص هو أنا عنده خبرة كلش قوية بالمجال الحفر. فسألني على هذا النوعين من المواد، قال لي هذاني شنو استخدامه؟ فقلت له واحد زيد كثافة واحد ناقص كثافة. فقال لي تقدر تستخدم الاثنين تنسوية؟ قلت له ما أقدر. قال لا نقدر نستخدمه. قلت له شلون؟ قال ابحث عن الموضوع وإذا ما لقيت جواب تراجعني. فأنا بحث عن الموضوع طلعت إنه صحيح يستخدمون الاثنين تنسوية في حالة معينة، إنه البنتونايت والبارايت، البارايت راح يزيد الكثافة والبنتونايت راح يعمل على زيادة البلاستيك فيسكوسيتي مال الطين لغرض معين. أوكي ما راح يخفض. راح أقول لك شو الله واحدة. هسه نعم. إحنا الكربون كالسيوم اللايم كالسيوم كربونات العفو استخدم علمه. علمه نستخدمه ما عنده معلومة زايد عليه. استخدمه الويت ماتيريال وبعد ما نستخدمه. شو يطينا؟ يطينا فلويد ريسيديوسر، تمام؟ نعم. فأنت المادة، المادة شوف أكو وبعدين من استخدم الكالسيوم كربونات LCM، في LCM لوس ماتيريال السيركولي، عفوا لوس سيركوليشن ماتيريال، هذا كله كالسيوم كربونات. لكن شنو يختلف بالأحجام مالته، يختلف بالخصائص مالته، تمام؟ تمام استاذ. فأنت فأنت هنا من تجي تحكي على نوع معين أو استخدام معين للمادة، أنت ما يحكمك فد يعني يقول أنا أستخدم فقط هاي المادة راح أستخدمها فقط للويت ماتيريال، أو قد يكون الاستخدامات الثانية تعطيك بلاستيك فيسكوسيتي أو تعطيك يلد بوينت أيضا. أي إضافة سؤال؟ فعلا أستاذ شكرا للتوضيح. استاذ سؤال بلا زحمة عليك، الباكر مينينج يعني شلون تقصد بيه؟ الباكر مينينج الباكر مينينج انه يكون عملية حفر عكسية. ما تسمع عملية حفر عكسية شوف عليك، انت من تحفر ايش تعطي؟ تعطي ار بي ام روتر بيرمنت يعني دوران الدرل باي، وتعطي سيركوليشن، صح ولا لا؟ صحيح. اوي تصير عندك على الهوكلود. هنا من يكون عندك البير غير نظيف وبيكتينج وتسوي باكر يعني تنظف البير وانت صاعد، يعني هو الباكلم دائما يصير بالبول اوت، فانت هنا راح تشغل ار بي ام دوران، راح اسوي روتيشن للدرل بايب، وراح اشغل بام اون، يصير عندك البام اون، تمام، سيركوليشن. بالتالي راح ايش تسوي؟ انت راح تصعد، راح تصعد صاعد ساح تسحب الدرل سترنج للأعلى، وانت عندك ار بي ام وعندك تورك عالي، عفوا عندك سيركوليشن، فهي يسمونها باك ريمينج. تمام استاذ. ولا هم استخدم مرات عندي مثلا ستاك او هيك يعني الاو، شوف هو خلني اقول لك هن الاويل بيز مال او
الوتر بيز مود. يعني احنا هسه احنا حاليا قاعد نستخدم وتر بيز مود، يصير عندنا ستاك، خلنا بعض الاحيان يصير حاجه شال المعالجات بعض الكيفينج، مثلا اذا عندي انا كان الكيفينج لايمستون شو اضيف له؟ اضيف له اتش سي ار حتى اذيب اللايمستون. اذا كان فورميشن اللي موجود من عنده كيفينج او صاير بي مثلا عندي فورميشن لايمستون وبي فراكشر او بي فولت عالي، فالفولت يتكون المناطق القريبه من عنده يصير بيها فراكشرات، تمام؟ فخلال عمليه الحفر نتيجة الستريس اللي ينتج من عملية الحفر أو من البيت اللي السلطة ستريس الناتج من البيت، ونتيجة الستريس الموجود بالحقل يؤدي إلى تساقط هذه الأجزاء اللي بيها فراكتشر من الفورميشن داخل الولبور، تمام؟ فهاي الأجزاء ما اللي مستوى إذا سقطت داخل راح يسوي عندي مثلا استاك، صار عندي استاك بسبب الليثولوجية اللامستون لأن يحتوي على فراكشر الفورميشن مالت يحتوي على فراكشرات بسبب الفوست، تمام؟ أو بسبب التكتونيكا ستريس. فأنا يتخلص من الاستك هذا شو أسوي؟ الاتش سي ال يتفاعل ويا اللامستون، بالتالي أضخ اتش سي ال حتى شنو يذوب اللامستون، تمام؟ هذا يستخدمون بعض الأحيان، بعض الأحيان يعني يعني بالعراق يستخدمون الاويل بيز ماد من مثلا مواجه مشكله ستاك. لا الاويل بيز ماد احنا ما العراق ما يستخدم الاويل بيز، يعني لا بالستاك ولا بغير ستاك ما يستخدم انضخ. لا مو شوف قد يكونون يستخدمون بعض الاحيان يضخون ديزل، بس اويل بيز ماد ما يستخدم كحفر. يعني احنا كمد عندنا حفر ما نستخدم بالعراق اويل بيز ماد لتاثيراته الصحيه ولكلفته العاليه. تمام تمام شكرا. اي سؤال بعد؟ نعم استاذ، سؤال محمد استاذ سؤال. شكرا. توضيح قبل ما نسأل الأستاذ نور الدين، الباك رومينج الكلام اللي قلته على الباك رومينج صحيح في حالة التوب درايف دريلينج، يعني نصعد بدوران عكسي بالتوب درايف دريلينج، لكن بحالة روتاري تيبول نعود ننزل، يعني نعيد النزول إلى تي في دي ترو فيرتيكال ديبث ونعود نحفر السكشن نفسها، نعود إعادة حفر السكشن. هذا إذا كان عندنا بور كلينينج ولا إذا كان خلاص صعود لإنزال كايزينج دير أن باك رومينج لتنظيف السكشن دريلينج. السؤال هو في حالة الفاوم، وجود الفاوم كيف يكون الكلينينج سكشن كلينينج هول؟ توضيح فقط أستاذ من فضلك. ما أنت من أي دولة؟ أنا من دولة الجزائر، أنا ريج ماناجر صفية من دولة الجزائر. أهلا، يعني بس السؤال مو واضح صراحة يا ناس، أنا بس أقعد أربط حتى خلاص سد نعود السؤال، يعني ممكن لك على الجزائر تجيب لي أكيد حتى يكون يعني بقرأ. لا لا نوضح إنجليش in case بريل الصوت مو واضح يعني قاعد يقطع. خلاص أستاذ درك نكتب لك مش مشكلة. شكرا. عفوا.